في التصميم الإنشائي عايز تعمل خلطة أسفلتية، تمام؟ أسفلت ميكس. خلطة أسفلت بتكون عبارة عن مين؟ بتومين زائد مين؟ أجريجيت. عارف أنت القصة بتاعت الخرسانة؟ الخرسانة عبارة عن مين؟ مادة خاملة اللي هي الركام، ومادة رابطة اللي هي الأسمنت، صح؟ بنضاف عليها المية. طب أنت عندك في الأسفلت نفس الكلام، مادة خاملة اللي هي الركام، ومادة رابطة اللي هي البيتومين. طيب البيتومين هناخد شوية كده أفكار عنه، وعبارة عن إيه وإيه دنيته السكشن اللي جاي أو الدكتورة ما تخش فيه. طب الأجريجيت اللي هو السن أو الركام، قال لك الأجريجيت مثلا في الخرسانة بيكون عندك زلط ورمل، صح؟ إحنا لا، مختلفين شوية عن الناس دي. ليه؟ العملية كلها معتمدة على نسبة امتصاص المواد دي. فقال لك النسبة أو الحاجة اللي إحنا بنشتغل فيها دايما في الأجريجيت بيكون حاجة اسمها مين؟ السن، سن واحد وساعات سن اتنين، وغالبا في سن واحد ونص. طب ايه سن واحد وايه سن اتنين؟ قال لك الفكرة كلها ان احنا بنخش على الجبل نبدأ نقطع فيه وندخله كسرات، يبدأ يكسر الكتل الجبلية دي كده ويطلع لأحجام معينة. طيب لو هو انا لا عايز حجم ثابت من سن واحد ولا مقاس ثابت من سن اتنين، لا انا عايز خليط، عايز اعمل ميكس، تمام؟ عشان كده السكشن اللي هو الدكتوره شرحت لكم الجزء اللي فات ده اللي هي حاجه اسمها مين؟ البلندنج. بتعمل خليط من الركام، غالبا مثلا سن واحد اجريجيت واحد واجريجيت اتنين مثلا. ماشي ان شاء الله. خليكم كده معايا دي يا رجاله. معاك يا باشمهندس. تمام يا رجاله، معلش مع الناس معايا. يبقى انت فهمت انت عايز توصل لايه؟ معاك خليط سن واحد ومعاك سن اتنين، كل الهدف اللي عندك ان انت تعمل ما بين دول ومن دول خليط يحقق لك مواصفات معينه، تمام؟ يبقى انت فهمت عايز تعمل ايه؟ يبقى الاسباب اللي انت عايز تعمل بيهم خلطه او خليط من السن ده وبتين تدرج مرغوب فيه. يعني تدرج مرغوب فيه الفكره كلها الخلطه بتاعتي مثلا هي نفس الفكره بتاعه الرمل والزلط. ليه ما بستخدمش رمل بس وليه ما استخدمش زلط بس؟ من ضمنها المساحه السطحيه ومش عارف ايه، وحاجه اهم حاجه الفراغات، ان انا عندي الزلط الفراغات الكبيره بتاعته فبالتالي الرمل يخش ما بينهم فبالتالي يحافظ لي على التعشيش والكلام ده. نفس الكلام عندنا في الاسفلت، الاسفلت دي خلطه هتتفرد على الارض والعربيات هتمشي عليها، لو في تعشيش او في الكلام ده هيحصل كراكس ومشكله وتبوظ الدنيا. نفس الكلام، فانت بتعمل ايه؟ مفيش رمل بقى، عندنا حاجات اسمها سن واحد وسن اتنين وسن واحد ونص ساعات والكلام ده. بنعمل ايه؟ بنخلط الركام ده مع بعضه بحيث يطلع لي خلطه متجانسه فيها كل التدرجات. فاول هدف عندي ان انا احصل على تدرج مرغوب فيه او انا عايزه، تمام؟ ده اهمهم. وكمان حاجه تانية ايه؟ الفكره في المقاس، يعني الرمل ولا الزلط؟ لا ده الرمل ب 100 جنيه الزلط ب 200 جنيه. فانا لما بحط الخليط ده على بعضه وفرت، بدل ما استخدم زلط كله اغلى وهكذا. نفس الكلام السن واحد والسن اتنين، كل ما المقاس بيكبر بيبقى اغلى والكلام ده، فلما بستخدم خليط ما بينهم الدنيا بتبقى واضحه، تمام؟ طيب عندنا كام طريقه؟ والله في طريقه ان انا بديك معادله اقول لك اعمل لي تدرج بناء المعادله دي. يجي يقول لك مثلا عايز 10% من سن واحد و20% من سن اتنين، تمام؟ لكن الطريقه اللي عليك هي طريقه اسمها مين؟ ترير اند ايرور. يديك ايه في الامتحان؟ يجي يقول لك والله انت معاك خليط او معاك عينه سن واحد ومعاك عينه سن اتنين، انا عايزك تعمل الخليط ما بينهم بحيث ان انا اوصل لايه؟ لسبيسيفيكيشن او تارجت ذو مواصفات معينه. تعالى كده افهمك حاجه كده في الامتحان، هيجي يقول لك ايه؟ هي دي السكشن بتاعنا مثلا النهارده دي. بيقول لك ايه؟ معاك المناخ السايز، المفروض ان هو بيعمل ايه؟ في المعمل او في المحطه بتاعه الخلط، ان هو معاه المناخ، مناخل القياسيه بتاعته، تمام؟ سواء منخل واحد، منخل اثنين، منخل ثلاثه. وكلمه منخل واحد، منخل واحد مقصود بيها ايه؟ ان في البوصه المربعه عدد الفتحات بتبقى ايه؟ واحد. منخل ثلاث ارباع يعني ايه؟ عدد الفتحات في البوصه المربعه
ثلاث ارباع وهكذا. مدخل 30 يبقى عدد الفتحات في البوصه المربعه 30 فتحه. قطر الفتحه قد ايه؟ ممكن يديك المنخل بالفتحه وبالرقم، مش فارقه يعني السي سايز ده مش فارقه معاك، تمام؟ اصلا ما تفرقش معاك. اللي يفرق معاك ايه؟ يقول لك والله الركام الاولاني اللي هو ايه ده المر، وبيديك على فكره النسبه المئويه المر من كل منخل، تمام؟ يقول لك منخل ايه؟ المر من منخل 19 كان 100%، المر من منخل 12.5 كان كذا، ركام بي يقول لك المر من كل منخل كذا. هو بيقول لك ايه؟ The following table shows the grain size distribution اللي هو ايه؟ التدرج الحبيبي او توزيع التدرج الحبيبي لتو اجريجيت اي وبي اند ريكوايرد سبيسيفيكيشن. قال لك والله انا عايز اخلط اي وبي بحيث يكون نسبه المر من منخل 19 بالاثنين مع بعض يطلع كام؟ 100. يكون نسبه المر من منخل 12.5 من 80 ل 100، مع ان المر من منخل ايه عند 9 من مر من ركام ايه عند 12.5 85، والمر من منخل بي عند 12.5 100%. عايز اخلط دول مع بعض بحيث يطلع لي المر ما بينهم ما بين 80 ل 100. فالقصه بتاعت السبيسيفيكيشن حدود المواصفات ان انا اخلط ده مع ده بحيث يطلع لي رقم واقع ما بين ده. انت فكره خدت حاجه زي كده على فكره في الماتيريال، لو انت فاكرين في اول الماتيريال الاولى، لو انت فاكرين حاجه يعني ديترماين ذا بليند اللي هو البليندنج او الخليط، نسبه الخليط المطلوبه عشان تحقق المواصفات والتدرج بتاع الخليط، وبعد كده ارسم، تمام؟ يبقى انت الفكره كلها في ايه؟ ان انا عندي لو انت خدت بالك ده المنخل وده النسبه المئويه للمر، الخط اللي هو الخطين اللي هم دول اللي هو الاحمر ده الماكسيمم وتقريبا ده اللون التاني الغامق ده شويه ده المينيمم سبيسيفيكيشن. يعني انا لما جيت عند كل منخل عملت ايه؟ جيت على عند منخل مثلا 19 وقعت السبيسيفيكيشن بتاعتي بتاعت ايه؟ كانت كام؟ 100 و100، او اسف السبيسيفيكيشن عند 19 كانت 100 صح؟ بجيب كده عند منخل 19 كانت الاثنين 100%، وده المفروض اللحم معاه. يعني انت لو خدت بالك زومت شويه هنا هتلاقي دي لحمه معاه، يبقى انا عند منخل 19 كانت الاثنين 100%، تمام؟ انا برسم السبيسيفيكيشن المينيمم والماكسيمم، يعني بشوف سين وصاد. جيت عند 12.5 لقيت السبيسيفيكيشن بتاعتي 80 و100، فجيت عند 12.5 كانت هنا مثلا كانت عباره عن كام؟ 80 تحت هنا مثلا و100، تمام؟ المنخل اللي بعده كان كام؟ السبيسيفيكيشن 9.5 كان من 70 ل 90، عند 7.5 تقريبا هنا مثلا كان عند نقطه 70 و90. كل الحكايه انا بوقع السبيسيفيكيشن، اوصل الماكسيمم بالماكسيمم واوصل المينيمم بالمينيمم. الفكره كلها انت بتعمل ايه؟ بتحاول تعمل خليط من الركام بحيث ان هو يقع ما بين الحدود دي. طب اعملها ازاي؟ ايه دي الفكره؟ الفكره كلها انت بتعمل ايه؟ الفكره كلها ان انت بتعمل المنخل اللي عندك، بتعمل خانه للمنخل كويس، وخانه مين للاجريجيت، وخانه للاجريجيت واحد واجريجيت اثنين، وكل ركام بقسمه حاجتين، النسبه المئويه للمر ونسبه اللي انا اخدها منه، النسبه المئويه للمر ونسبه اللي اخدها منه. مش فاهم حاجه؟ تعالى كده ايه ناخد مساله ونشوف هنعمل ايه. انا خايف المساله دي كده قال لك ايه؟ ده عامل ايه؟ بروح عامل جدول كده كاتب فيه المنخل، كاتب فيه الركام بتاعي، انا عندي مثلا نوعين من الركام فاعمل خانتين للركام، ركام واحد وركام اثنين، وعندي حاجه اسمها مين؟ الخليط، عندي حاجه اسمها مين؟ المواصفات. يبقى ده المنخل سيف سايز المنخل اللي عندي، تاني حاجة عندي سن واحد اجريجيت واحد، واللي بعده اجريجيت
تمام. بس ايه يفضل ان انت تعمل ايه؟ ان انت تيجي في الاجريجيت بس ايه تكتبه فوق كده عشان انا محتاج استخدمه تحت. اجريجيت واحد رغم في دوشة هندسة وبعيد، نعم قلتلك سامعك. في دوشة وبعيد، ايه صوتك عامل قلت لي دوشة وبعيد. انا صوتي فيه دوشة وبعيد؟ انا فيش حد قاعد معايا اصلا. في حد عنده مشكلة غير البشمهندس ده؟ لا يا هندسة تمام. ايوه هو الصوت عندي برضك في دوشة وبعيد. انا بقول لك ان مفيش حد قاعد معايا خالص. طب مش كده دوشة، كويس، حد مش مكان بيتكلم دوشة فيه، مش لا دوشة شوشرة هندسة، أصلا، شوشرة مش بتاعت شوشرة، الميكروفون، الصوت ضعيف بس كده. بعيد شوية. طب انا بتكلم في مايك، انا مركب سماعة والله. الناس كده كويس، سامعاني كده كويس؟ طيب اه هو كده نوعا ما أحسن. طيب ماشي، هعلي صوت شوية كمان اهو. تمام، وبكتب خانة لمين؟ للبلندنج. تمام، الخلط بتاعي، وده حاجة اسمها مين؟ المواصفات. كل حكاية بتعمل ايه؟ كل حكاية ان انت بتنقل المناخ اللي عندي. انا عندي منخل كام؟ اول منخل عندي اول منخل عندي 19. منخل 19 اهو. تاني منخل عندي كام؟ 12.5. تالت منخل عندي كام؟ 9.5. رابع منخل عندي كام؟ 4.75. المنخل اللي بعده كام؟ 2.36. المنخل اللي بعده كام؟ 6.10، وهكذا. المناخ اللي عندي كويس. وبعدين باجي على كل ركام من عندي، باجي على كل ركام من عندي ده اقسمه. اقسمه ايه؟ اشد خط كده، اكتب نسبة المر منه، اكتب هنا نسبة المر في المية باصنج كويس، وهاخد منه قد ايه؟ بيسموه هاخد منه قد ايه؟ يعني مثلا اقول من سن واحد عشان اخلطه مع سن اتنين، هاخد ده نسبة وده نسبة، بس بحيث يكون مجموع النسبتين بتاعي كام؟ 100%. بسميه حاجة اسمها الباتش. هاخد قد ايه؟ الباتش يعني هاخد قد ايه؟ تمام؟ من الاجريجيت واحد. نفس الكلام هنا، هاخد هنا اكتب النسبة موالي المر، والباتش بتاعي كام في المية؟ الباتش. تمام، تعالى كده على سبيل المثال بنعمل ايه؟ بننقل دلوقتي، هكتب كل حاجة. النسبة المئوية المر من سن واحد، سن واحد عند منخل 19 كام؟ 100، صح؟ ولا ايه؟ ها؟ 100%. وعند سن اتنين، عند سن اتنين 100، صح؟ 100. عند 12.5 كان 85، 85. والتاني كان 100. 9.5 ده 55، ده كام؟ 100، صح؟ عند 4.75 20، ده 85، صح؟ ماشي، وهكذا. تمام، المسألة محلوله كاملة معاك يعني، بس أنا بديك مسألة. طيب انت عايز توصل لايه بقى؟ كل حكايه ان انا عايز السبيسيفيكيشن دي كده عايزين نشيل دي كده يا سامي. كل الحكايه السبيسيفيكيشن دي كده عايزين نوصلها زي ما هي موجوده. يعني عندي منخل 19، عايز اما اجي اجمع ده او اخد نسبه من ركام واحد واخد نسبة من ركام اتنين تطلع زي ما هي موجودة في السبيسيفيكيشن. فالسبيسيفيكيشن دي بتنقلها زي ما هي. عندي كام حدود السبيسيفيكيشن؟ 100. عند منخل 19، عند منخل 12.5 كام؟ كام؟ من 80 ل 100. بنقلها رجالة عند 9.5 من 70 ل 90، من 70. عند منخل 4.75، 4.75 50 ل 70، صح كده؟
بتعمل ايه بقى؟ بص يا ريس، انت كل حكايه المطلوب منك، كل المطلوب منك تعمل ايه؟ كل المطلوب منك ان انا عايز ان انا اخد نسبه من الركام الاولاني ده، واخد نسبه من الركام الثاني واجمعهم، بحيث مجموعهم يقع داخل الحدود دي. مش فاهم حاجه. تعالى كده نفرض، اقول والله عشان اعمل كومباين او اعمل خليط ما بين السن 1 والسن 2، يا اما انا هفترض اسمات تراي اند ايرور، فاقول والله الفيرست تراي بتاعتي ان انا هاخد 50% من ده واخد من ده 50%، بحيث مجموع الاثنين كام؟ 100%. وانا عايز اعمل ركام بحيث مجموعهم الاثنين في الاخر مجموع ده زائد ده، تمام؟ ماشي. ف 50% من المر ده اروح ضرب 50% في العمود ده، يبقى 50% في المية بكام؟ 50. 50% من 85 بكام؟ ناس معايا؟ معاك يا هندسة. شباب الناس معايا؟ معاك يا باشمهندس. هاخد 50% من نسبة ايوه، هاخد 50% من المر ده كله، هقول 50% من 85. 50% من 85 يطلع بكام؟ 42.5. هاخد 50% من 55، 50% من 55 يطلع 27.5. ايه، هاخد 50% من 20 يطلع 10. حلو، نفس الكلام هعمل ايه؟ هاخد 50% من الاجريجيت الثاني، 50% في المية يطلع 50. كام؟ 50. هنا كام؟ 50. هنا كام؟ من 85 يطلع 42. تعمل ايه؟ انا مفروض الخليط بتاعي عبارة عن مين؟ اجريجيت واحد واجريجيت اتنين، هاخد من ده 50% ده 50%. فانت بتعمل هنا ايه؟ بتجمع الرقم ده، 50 و50 كام؟ 100. 50 و42.5 كام؟ 50 زائد 42.5 بيطلع 92.5. ده كام؟ 92.5. أجمع اللي بعده كام؟ 27.5 و50 كام؟ 27.5 زائد 50 يطلع 77.5. اللي بعده كام؟ 10 و42.5 كام؟ 52.5. كل اللي أنت بتعمله إيه بقى؟ بشوف الخليط بتاعي ده واقع ما بين حدود المواصفات ولا لأ؟ يعني هنا 100، 100 حدود المواصفات عندي من 100 ل 100. طب تاني واحد، تاني واحد يبقى ده مع ده، مفيش مشكلة زي الفل. طب ده ال 92 واقع ما بين 80 و100؟ يبقى زي الفل. اللي بعده كام؟ 77.5 واقع ما بين 70 و90؟ زي الفل. اللي بعده كام؟ 52 واقع ما بين 50 و90؟ زي الفل. وهكذا وهكذا لحد ما اخلص المناخ. تمام؟ لو لقيتها كل الحاجة اللي وقعت عندك واقع في حدود المواصفات يبقى زي الفل. لقيت مثلا 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 ده طلع مثلا 40، وكان حدود المواصفات مثلا طالبالك من 45 ل 60 مثلا، فانت عندك ده ماله بره حدود المواصفات، اقول له ده مرفوض. طب يعني ايه مرفوض؟ ابدا بقى بدل النسبه 50 هو 50 مثلا، ايه اخد دي 40 واخد دي كام؟ 60. وعيد تاني، ما ظبطتش اقعد اجرب. تراي اند ايرور. فاهمين حاجه يا رجاله شباب؟ طب وانا هعمل كام ترايل يا باشمهندس لحد ما تحققها؟ ايه، يبقى فيرست تراير من اول مره زي ما انت عملت كده يبقى خلاص. لو نجحت معاك خلاص زي الفل. ما انا كل حكايه بعمل ايه؟ انا ما كتبت المنخل وكتبت التارجت بتاعي، وكل ركام قسمته حاجتين، النسبه المؤيه للمر ده نقله، والنسبه المؤيه للمر ده نقله من الجدول، والسبيسيفيكيشن نقله من الجدول. كل حكايه انا خدت 50% و50%، قلت 50% في المية 50، 50% من 85 ب 42.5، 50% من 55 وهكذا، 50% من 20 ب 10، 50% من 2 ب 1، وهنا 50%. اجمع ده زائد ده واكتبه، اجمع ده زائد ده، اشوف هنا معايا ال 100 واقع ما بين 100 وال 100، 92.5 واقع بين 80 و 100، ال 77.5 واقع ما بين ده وده، كله ده واقع اهو اهي ما عدا دي 34.5، صح؟ ما تنفعش، لازم تكون واقعه بين حدود المواصفات. طب اللي تحتها 22.5 واقعه، اللي بعدها كام؟ 16 واقعه، ال 9.5 واقعه ما بين ال 4 و 16، 5.5 واقعه، صح؟ طب دي حد يعرف يجيها من اول مره بعينك؟ هي دي عشان تتزق،
ازود واحد A ولا B؟ هي دي اصلا 34.5 جايه من واحد وجايه من 33.5، فاخد نسبه اكتر من B ولا اخد اكتر نسبه من A؟ ما انت بتعمل تراي اند ايرور بس انت ذكي. من A دلوقتي انا هقول تقعد 50% من A تمام، يعني افرض دي 30، افرض دي 30 مش 34.5 تمام. انا عايز ايه اكبرها ليه؟ عايز اخليها مثلا 36 37 عشان تقع فين؟ ما بين 35 وال 40 وال 50 تمام. طب اخدها يبقى اقول مثلا الاي 70% والبي 30% ولا الاي 60 والبي 40 ولا عكس؟ صوتك بيقطع تاني كده هندسه تاني. افرض دي كده يا دي وسقطه اهي، بس بقول لك دي لو اتكت 30 مش 34.5. حد يعرف يقول لي النسبه اللي اخدها تراي اند ايرو الاي تبقى 40 مثلا ولا كام والبي كام في الميه؟ بشرط الاثنين مجموعهم 100%. يا رجاله يا شباب، انا باشمهندس لو مثلا لو جيت خدت نسبه اكبر من الاجريجيت ايه وبصيت للخانه الاولانيه اما مجموع الاثنين هيعدي ال 100%، يبقى انا عشان اظبط واحد بوظت التانيين. لا ازاي، انت لازم بتاخد النسبه دي مجموعهم 100%. يعني لو انا خدت دي 60 يبقى دي 40، خدت دي 70 يبقى دي 30، ما ينفعش ازود اكتر من 100%. مجموع الاثنين دول 100%. تمام تمام. انا بقول لك يعني وانت بتشتغل خليك ذكي. انا شايف ان الايه هو ارقامه صغيره جدا صح، فلو انا حتى زودت نسبته ما بيأثرش قوي. تفهمني؟ لا بزود نسبه البي بقى هو اللي هيأثر. الله ينور عليك، ما دي اللي انا بساله من الصبح يعني تمام. فانا ده اللي حصل. بص حتى هو عمل هنا ايه في السكند تراي، خد منين؟ من البي زودها تمام على طول. ظبطت معاه كام؟ 41. وقعت معاه 35. وشيك على بقيه المناخل او شيك على بقيه الحاجات دي كلها وقع تمام. في مشكله تعرف ترسم بقى القصه بتاعه المنخل والنزل اول مر؟ اما ارسم بقى برسم ايه؟ برسم كل منخل معاه السبيسيفيكيشن المينيمم والماكسيمم، كل منخل السبيسيفيكيشن المينيمم والماكسيمم، وازود معاه كمان مين؟ التارجت. الهدف كله انت بتعمل ايه؟ الخليط بتاعي يقع ما بين مين؟ المينيمم والماكسيمم. اوصل هنا بخط مستقيم، اوقع النقط وكل نقطه والثانيه بخط مستقيم. معلش هندسه، النقط اللي برسمها دي ايه؟ فين في الجدول؟ معلش هي الثلاث نقط، التارجت بتاعتي اللي انا جايبها، يبقى المناخل ده المنخل والنسبه المائيه المر، العلاقه س وص. السين المنخل اهي، الصاد بتاعتي تلاقي حاجتين، التارجت والسبيسيفيكيشن. التارجت اوقع التارجت عند منخل واحد مثلا، عند منخل كام؟ 75 من 1000 اهي، اوقع التارجت بتاعتي، التارجت بتاعتي، التارجت بتاعتي، اوصل كل نقطه بالثانيه. طيب السبيسيفيكيشن اجيبها ازاي؟ اهي عند منخل 12% عند 19 مثلا 100 و100، عند 12.5 80 ل 100، عند 12.5 80 ل 100، اوقع اوقع، اوصل الماكسيمم بالماكسيمم بالماكسيمم والمينيمم بالمينيمم بالمينيمم. في مشكله؟ تمام. طيب طب لو جه قال لك بقى ايه؟ طب انت يا باشمهندس تعرف تقول لي انا معايا مثلا ايه؟ عينه طين او عينه اجريجيت او عينه سن واحد، الوزن النوعي بتاعها او كثافته 2، وعندي عينه سن 2 كثافتها 1.5، تقدر تقولي لما انت خلطتهم مع بعض كثافة الخليط ده كام؟ الخليط ده اللي هو الايه كثافته 2، الخليط بي كثافته 1.5، تقدر تقولي لما انت خلطتهم مع بعض كثافة الخليط بقت كام؟ هنستعمل القانون اللي كان في البتاع اللي تحت، نسبة وتناسب، نسبة وتناسب، نسبة وتناسب، نسبة وتناسب، صح؟ على حسب والله هو الايه مشارك بكام؟ 50% ولا ب 60%؟ طب يعني ايه؟ قال لك والله بس شايف القانون ده، الكثافة النوعية اللي هي البلك
او الاجريجيت سبيسيفيك جرافيتي بتساوي واحد على كل نسبه مئويه بتاعه ان انت خدتها. مثلا خدت ايه، انا اتفقت في الاخر ان انا هاخد 40% من الاي و40 و60% من البي، فاقول لك ايه، اقول لك 60% بقى 60 على 100 في الاجريجيت واحد اللي هو الكثافه بتاعته زائد النسبه المئويه اللي انا خدتها من الاجريجيت الثاني، خدت 40% 40 على 100 تمام في الكثافه بتاعته زائد لو انت عندك مثلا 20000 ركام اكتبهم مع بعض. هناخد مساله كده بيقول لك ايه، هات لي الاجريجيت بتاعتي اتاخد من 3 سورسز، من 3 مصادر، كل كثافه بتاعت كل واحد 2 كذا و2 كذا و2 كذا، ودول اتخلطوا بنسبه 70 20 10، لازم يكون مجموعهم 100% تمام. بيقول لك ايه هي البالك سبيسيفيك جرافيتي للخليط، اكتب القانون، البالك سبيسيفيك جرافيتي بيساوي 1 على اخد كل نسبه مئويه من كل ركام اقسمه على 100 في الكثافه بتاعته، فاقول 70 70 على 100 70 على 100 في الكثافه بتاعته اللي هي 2 7 5 3 زائد النسبه المئويه الثانيه 20 على 100 في الكثافه بتاعته 2 6 4 مش عارف ايه زائد النسبه المئويه بتاعته اللي هي 10 على 100 في الكثافه بتاعته 2 6 8 9 وبيساوي وهكذا. في مشكله، مثال ثاني يعني يقول لك عندك ثلاث انواع من الركام اتخلطوا بنسبه كذا، كراش ستون بلاست، بلاست دي اللي هو زي السيليكا او الخبس الافران، الساند بكذا تمام، كل واحد نسبه كثافه بتاعته، تعرف تجيب لي الكثافه بتاعه الخليط بكام؟ ايه الكثافه بتاعه الخليط واحد على كل واحد نسبه مئويه بتاعته على 100 في الكثافه، يبقى 45 على 100 في الكثافه بتاعته 2 3 4 30 على 100 في الكثافه بتاعته 2 7 0 8 وهكذا. في مشكله سيكشن سهل هندسه. طب تمام، بس هو في سؤال، هو خبث الافران ممكن يخش في الخلطه الاسمنتيه للطريق؟ اسماء بيدخلوه بيبقى حلو، بيديله صلابه حلوه كده تمام. تمام ماشي، عدى 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 اي سؤال؟ لا تمام ماشي ماشي يا رجاله، يلا السلام عليكم. الملف اترفع عندكم على على الفايلات تمام، على التيمز. على التيمز تمام يا هندسه. تمام 16 واحد، 16 واحد بس. حلوين، ناخد غياب، خد غياب وادينا بقى اوفر ولا اي حاجه، درجتين كده على السريع. ماشي انا حاضر.